يعقد أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام وبرلمان طبرق اليوم اجتماعين منفصلين لمناقشة مقترح الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة بين الأطراف الليبية. ودعت الأمم المتحدة أطراف الصراع للاتفاق على حكومة وحدة وطنية بعدما عرضت مقترحات لتهدئة المخاوف بشأن تقسيم السلطة على أساس جهوي. وذكر بيان للأمم المتحدة بعد مشاورات مع الطرفين أن مقترح تشكيل مجلس رئاسي ستتم توسعته ليشمل 9 أعضاء بدلا من 6. وكان برلمان طبرق شرقي ليبيا قد أعلن رفضه مسودة الاتفاق المقترح من طرف الأمم المتحدة بشراكة مع حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.